طنجرة حديد 20 دينار بس. والشاب ستينلس ستينلس طنجرة ستينلس ستينلس بعشرين دينار بس. ستينلس ستيل طنجرة ستينلس ستيل بعشرين دينار بس. كله كرمج إلى غطاي أخرى. كبرت عزيج متأكدة هذا المزاد؟ أنا بشوفهم بيبكوا ماسكين شاكوش وبطلقوا على الطاولة. ولو كبرت عزيج جاهزة. يلا بدي شنطة زرقاء جلد التمساح أصلي بخمسة وخمسين دينار بس. أنا اشتريت بستين دينار. حبيبتي هي مبينة فيك ما لها أصلية أبداً. بعدين ليكي لون هالزرق كيف ضارب؟ ما هيك مها؟ خلص أنا بشتريها بسبعين دينار. خلصوا من هالبضاعة. منقول مبروك لأم عقاب جارتنا الحبيبة حتشتري شنطة ب... شوفي مين هذا؟ ولا شي بتهيألك. أم عقاب ربحت الشنطة بستين دينار بس. لهلا ولو يا فيروز أنا عم قلك بدي أشتريها بسبعين دينار. أم فؤاد مشان الله أنا ما مبع ممضعتي شي. الله يوفقك. هلأ سليم بيجي وبيقول عني أني جدبة ما بفهم بالتجارة، ساعديني. والله قطعتي كلبي كبرتي عزيز. خلاص هاي المزاد كايم كايم، جيبي بضاعتك وبنبيع لك إياها هان. بلاش يشمت فيك سليم أنا غشيم عن شماتة الزلام. بعدين تعتا كلش ولش انت لابسة ومشخصة وآخر قلصتة وحاطة مكياج. تعالي سوينا موديلز سوكينا هالأغراض. تكي كون أنا وبضاعتي عندك تحت. تشكلي قاسي. يلا كملي. طنجرة حديد 20 دينار بس. ولش هذا ستينلس ستينلس طنجرة ستينلس ستينلس بعشرين دينار بس. ستينلس ستيل طنجرة ستينلس ستيل بعشرين دينار بس. كله كرمج إلى غطاي أخرى. خلص بعنا كل شيء بالمزاد. وين أحط لك المصاري؟ تحت المخدة زي دايما. كويس كويس. سلمي عليهم سلمي عليهم. أخوي سليم، يعني برأيك هذا الاستثمار اللي حكيت عنه يعني راح ينجح ويربح؟ لك شو عم تحكي يا فؤاد؟ هذا الاستثمار مو بس رابح، رابح وبامتياز كمان. والله والله شو بدها القصة؟ كلها على بعضها بتجيب لك شقفة مزرعة هيك وبتسورها وبتفلت هالكلاب فيها. هي بتبذر وانت بتلم، تبذر بتلم، لم ابذر ابذر لم، لم ابذر ابذر لم. شو رايك مها؟ انا عم فكر ضب الاغراض اللي اشتريناهن ونزلهم على المزاد اللي عند ام فؤاد، بركي بينباعوا. شفتي شفتي يا ست مها الشطاره والتجاره؟ يا ريتك تعلمتي من ام فؤاد التجاره والشطاره. جاي معك. يما يما ضل شوفي يما يما وينك انت وياه؟ طلعوا برا هذا الوحش. شو الكلب يطلع؟ اهلين ابنك بيطلع والكلب ما بيطلع. هذا الكلب بدي استثمره، بدي اجيب له كلبي. شو كلبي أربعة وبزور كلاب ونملي راس. قال يطلع قال يا حبيبي. يا بابا ايش بتحكي انت؟ هذا انيمال ابيوز، في حقوق الحيوان، احنا وين عايشين؟ يا حرام يا كلب. يا حرام ولسه هبرج. حرام يا حرام يا كلب. مسكي مزبوط مسكي، بلاش يهرب استثمارنا. يما 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 قد الضبع كبر.